بينضم لي في هذه اللحظات واحد من نجوم النادي الاهلي وكان ليه مجهود رائع النهارده. كان ليك مجهود كبير يا كابتن اسلام، تابعنا في كل حته في الملعب، كان ليك روح كبيره النهارده. الهدف، الاسلوب، الاداء، حابب تقول النهارده على الجيم وجمهور النادي الاهلي الرائع والمميز ده حابب تقول عليه يا كابتن اسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بحب اشكر اصحابي كلهم، اولا برحب بالكابتن سيد ونجومه الكبار، طبعا بشكر اصحابي والفرقه على المجهود اللي احنا عملناه النهارده والجهاز الفني ومجلس اداره. طبعا اول حد بشكره النهارده جمهور النادي الاهلي العظيم اللي ساندنا النهارده، وبنشكرهم جدا ان هم جم النهارده وساندونا لحد اخر دقيقه، بيشجعونا، هم دايما مصدر السعاده بالنسبه لنا واحنا دايما بنلعب علشانهم. طبعا ان شاء الله نركز الماتش اللي جاي نصف النهائي وكده عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله وتبقى التاسعه ان شاء الله الاهلي ان شاء الله. من خلال تواجدنا يا اسلام سواء في غينيا او هنا في التدريبات ليك مجهود كبير وليك اصرار، وكل مباراه بتبان ان انت مجرد ان الفرصه بتكون مع اسلام محارب، لا لابد ان يكون اسلام محارب في التشكيله الاساسيه. بتشوف المجهود ده ازاي وبتشتغل على نفسك ازاي يا اسلام؟ والله انا الفتره الاخيره دي بشتغل على نفسي جامد بحيث ان انا اكون موجود بشكل كويس، اقدر اخدم الفرقه. مش مهم مين يجيب جون، المهم اهم حاجه الفرقه تكسب. انا مش فارق معايا اجيب جون او ما اجيبش جون، اهم حاجه ابقى كويس والفرقه تبقى كويسه ونطلع بنتيجه طيبه. النهارده طبعا الحمد لله بحب اشكر اللعيبه كلها على المجهود، واللعيبه اللي جابت اهداف النهارده واللعيبه اللي ما جابتش، كلنا رجاله النهارده، والحمد لله ربنا يكرمنا ان شاء الله الماتش الجاي ونصعد نهائي ان شاء الله. ربنا خطوه في خطوه، حلم كل الاهلاويه والوصول لكاس العالم والحصول على البطوله الافريقيه، بتشوف الحلم ده وقربه من النادي الاهلي وقربه منكم، بتشوف الحلم ده ازاي يا كابتن اسلام؟ والله احنا كلنا بنقول يا رب وبنجتهد في التمرين وبنعمل اللي علينا، وطبعا بدعم جمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره ومستر كارترون وجهاز الفني، كلنا في ايد واحده وان شاء الله البطوله تبقى التاسعه النادي الاهلي ان شاء الله. اخيرا رساله لكل جمهور النادي الاهلي على الاداء والاسلوب والهتاف الكبير جدا من اول دقيقه لاخر دقيقه اسلام. انا بحب اشكركم جدا 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 على المشاركه النهارده في المباراه. النهارده الاداء بتاعكم كنداء لنا في المباراه حفزنا وحمسنا طول الماتش ما شاء الله، يعني لحد الدقيقه 90 و94 الجمهور كله معانا وبيساندنا لحد اخر ثانيه، فاحب اشكرهم الحمد لله يعني. الله يبارك فيك، شكرا شكرا.